السلام عليكم خواتاتي والميمات الغاليين على قلبي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو متنوع، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غير ما تنسونيش الله يحفظكم من لايك للفيديو ومن البارطاج ديالكم مع اصدقائكم وعائلاتكم باش تعم الفائده. الله يحفظكم والله يخليكم ليا. وهكا نبغيك اختي درتي ليا بارطاج، بغيت ربي يسليك ان شاء الله دنيا واخره. شكرا لكم خواتاتي، دائما كتعطوني الطاقه الايجابيه تعليقاتكم وبارائكم. وكذلك كنطلب من خواتاتي الزوينات اللي ديجا خديتو من عندي لي كوموند كيفاش جاوكم الحويجات، كيفاش جاوكم، عطونا الاراء ديالكم. صراحه راكم كتعطوني الاراء ديالكم في الواتساب ملي كوصلكم لي كوموند، وكنفرح بزاف 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 خواتاتي. يعني بالنسبه ليا انايا الربح ديالي الكبير هو ان ملي كيوصلكم لا كوموند ديالكم كتعجبكم وكيكون كلشي هو هذاك، هذاك هو الربح الكبير بالنسبه ليا. ونصلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غادي نبداو إن شاء الله خواتاتي بأول موديل، غادي يكون فيديو متنوع فيه بزاف ديال الموديلات، تشكيلات ديال العبايات أنيقات، شي حاجة غزالة، كذلك كسيوات. بالنسبة خواتاتي لهاد العباية هادي مخدومة بتوب تويد، مصورة لكم مباشرة، كتجي غزالة في اللفسة، أنيقة ورائعة في نفس الوقت، والتوب ديالها كيكون سخون، شي حاجه غزاله خواتاتي كيف كتلاحظوا. بالنسبه لي طاي فيها الاكس ال، توبل اكس ال، طروه اكس ال، 4 اكس ال، والثمن ديالها 220 درهم. الثمن ديال هاد اللبسه هذا خواتاتي 220 درهم. وندوزو خواتاتي لهاد الانصومبل هذا اللي تهو مصور لكم مباشره، موديل رائع حبيباتي، مخدوم بتوب صوفا طايح وكيجي غزال في اللفسه، مستوره انيقه رائعه حبيباتي. السروال ديالها كيكون عرض على هاد الشكل هذا، الطاي ديالها ستوندار، الطاي ديالها راه كتلبس تبارك الله كيف كتلاحظوا، ممكن تلبس من اكس ال حتى للطروه وحتى ل 4 اكس ال. عطوني العبار ديالكم السنتيم ونشوفوا لكم اخواتاتي، ومرحبا بكم والف مرحبا. صراحه اخواتاتي راه ملي كنخدم بالعبار راه كندوبل عليا الخدمه، ولكن ماشي مشكل، انا نبغي حاجه ملي توصلكم تجيكم هي هذيك، لا في التوب لا في الخدمه لا في القياس لا في كل شيء، وبصحتكم وراحتكم. وان شاء الله دائما اخواتي نجيب لكم الجديد والتميز، غير ما تنسونيش من تعليق ولايك للفيديو. بالنسبه للثمن ديال هذا الانصومبل هذا، الثمن ديالو 245 درهم، والالوان اللي متوفرين فيه هما هادو اللي شاركت معاكم تبارك الله ما شاء الله، راه فيه الالوان. اي موديل بغيتو اخواتاتي ديروا ليه سكرين وتواصلوا معايا في الواتساب. بالنسبه لهاد الموديلات هذا اخواتاتي راه ما متوفرينش في المحل، هادو كيبقاو سير كوموند. يعني اي موديل بغيتي ديري ليه سكرين وتواصلي معنا في الواتساب مرحبا والف مرحبا. واللي بغى يجي عندنا المحل، بالنسبه للعنوان ديال المحل كاينين في الدار البيضاء، ابرار اقامه البنات سميتهم ابرار سيدي عثمان، اللي حدا المنزه والبيضاء لجهه حي مولاي رشيد، هذا هو العنوان ديالنا خواتاتي. ولا بغيت نرسل لكم لوكاليزاسيون تواصلوا معايا في الواتساب ونرسلها لكم. ولا كنتي داخل كازا راه كاين ليفروري وصل ليك اللي بغيتي حتى الباب ديال الدار ديالك، الثمن ديالو 20 درهم. وخارج كازا كنرسلو عبر شركه اللي كيكون الثمن ديالها 40 درهم، الا كان شي مودول اللي بعاد كيكونوا ب 45 درهم، وكنرسلو حتى خارج المغرب. وبالنسبه اللي كيسولني واش كل قطعه وحده زعما كنرسلوها لكم ثمن لا ليفرازون وحده، يعني مثلا 20 درهم راه ممكن نرسلو لكم فيها حتى 10 ديال القطع وتاكثر وتاقل، ما كاينش اشكال. ماشي كل قطعه او كل كوموند وحده او كل موديل واحد غادي نرسلوه لكم بثمن ديال لا ليفرازون واحد، يعني ما كاينش اشكال اخواتاتي. هذا سؤال كيجيني بزاف. وندوزو خواتاتي لهاد العبايه هذه اللي كتجي طويله انيقه غزاله، حتى هي مصوره لكم مباشره. التصوير المباشر خواتاتي كيعني ان الموديل ملي كيتخدم وكيتصاوب هنا في المغرب كتلبسوا مانكه مغربيه وكيتصور لكم مباشره، يعني باش كتشوفوه الجوده ديال الموديل اكثر واكثر، وحتى بالنسبه للالوان وحتى بالنسبه للشكل. بالنسبه للتوب ديالهم، التوب كيكون اخواتاتي سخون، والطاي ستوندار تقريبا كيلبس لي طاي الكبار تقريبا من الاكس ال حتى ل 4 اكس ال. وكيف قلت لكم اخواتاتي، احسن حاجه بالنسبه لهاد اللبسات هادو او هاد العبايات انكم تعبروا ليا بالسنتيم، يعني هذه حاجه اللي كنطلبها بزاف باش نتومايا كيوصلكم داكشي هو هذاك، يعني ما كيبقاش اشكال بالنسبه زعما القياس وداكشي اللي كيبقى دائما متخوف واش غادي تقدني واش ما تقدنيش، فمن الاحسن كتعبري بالسنتيم. واخا كندوبل عليا الخدمه ماشي مشكله اخواتاتي، اهم حاجه بالنسبه ليا انا الموديل ملي يوصلكم او الكوموند ملي يوصلكم يجيكم هو هذاك، حتى في يعني حتى في القياس ديالو. الثمن ديال هاد الكسوه هذا اخواتاتي 220 درهم. و
ندوزو اخواتاتي لهاد العبايه هذه اللي كتجي طويله كتكون عريضه تبارك الله، راه فيها العرض كيف كتلاحظوا كتجي غزاله في نفسها، فيها صديفات بهذا الشكل هذا كيشوف فيها ثلاثه ديال الصديفات القدام ماشي بالسلسله اخواتاتي، هذه راه ما فيهاش سلسله، الكميمات ديالها كيجيو على هذا الشكل هذا مقبوطين وكيجي فيهم كلوش حتى همايا، وبالنسبه للجيب ديالها كيجي على هذا الشكل كيف كتلاحظوا وفيهم الكلوش اخواتاتي، راه فيهم العرض تبارك الله ما شاء الله بالوان غزاله، كتجي جليبه بحال هكا سبورت حاجه غزاله اخواتاتي. بالنسبه للتوب ديالها بيكي كيف كتلاحظوا هذه حتى هي اخواتاتي راه مصوره لكم مباشره، والطاي ديالها ستوندار حتى هي، راه كتلبس تقريبا من اكس ال حتى ل 4 اكس ال، والثمن ديالها غير 220 درهم. شوفوا معايا عبايه انيقه غزاله مستوره عريضه، اللي زوين في هاد العبايات هادو ما كيبينوش حتى تفاصيل ديال الجسم، يعني كيبقى داكشي عريض كيكون حتى مريح في اللبسه صراحه، بحال هكا هادشي اللي عليها. تشوفوا معايا هاد اللون هذا جا غزال صراحه، الفصاله ديالها كتكون فصاله مخزانيه، كيكونوا الكميمات طايحين كيف كتلاحظوا كتجي غزاله في اللبسه، وتا هي مصوره لكم مباشره، والالوان اللي متوفرين فيها هما هادو اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهاد القميجه هذه كتجي طويله بكافيش كيف كتلاحظوا، التوب ديالها توب تويد كيجي على هاد الشكل، حتى هي مصوره لكم مباشره، فيها صديفات بحال هكايا وفيها هاد الجيوب هادو الفوق. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الجناب، الكميمات ديالها كيجيو مقبوطين وفيهم لاستيك، متوفره تقريبا فيها الالوان كاع الالوان شاركتهم معكم. لي طاي اللي فيها فيها ال و اكس ال، فيها دوبل اكس ال، 3 اكس ال، 4 اكس ال، فيها من ال حتى ل 4 اكس ال، والثمن ديالها 200 درهم. ايوا خواتاتي دبيديبات راني برعتكم اليوم، جبت لكم موديلات واعرين وكلهم تقريبا فيهم لي طاي كبار، كلهم فيهم لي طاي كبار، اللي دائما كتقولوا لي هدى بغينا لي طاي كبار، هدى بغينا لي طاي كبار، انا خواتاتي دائما راه الاشاره واي حاجه بغيتوها كتبوها لي في التعليقات، راني كنجاوب تقريبا على قدر المستطاع. كنشكركم من كل اعماق قلبي على تعليقاتكم، على الطاقه الايجابيه اللي دائما كتعطوها لي، الله يحفظكم والله يخليكم ليا. بالنسبه لهاد العبايه هذه التوب ديالها شتوي ساخن شي حاجه غزاله، حتى هي مصوره لكم مباشره، الكميمات ديالها كيجيو مخبوطين وفيهم لاستيك، شوفوا معايا كيفاش كتجي انيقه رائعه حبيباتي. بالنسبه لي طاي حتى هي فيها الاكس ال، دوبل اكس ال، 3 اكس ال، 4 اكس ال، فيها من الاكس ال حتى ل 4 اكس ال، والثمن ديالها 210 درهم، والالوان اللي متوفرين فيها خواتاتي هما هادو اللي شاركت معاكم. كتجي عبايه انيقه غزاله في اللبسه كيف كتلاحظوا، هاد التشكيلات هادو اخواتاتي هما اللي خرجوا هاد العام هذا، كيكونوا مريحين في اللبسه وبالوان رائعه.
ندوزو لهاد المونطو هذا اللي على شكل جلباب، كتجي غزاله في اللمسه، حتى هي مصوره لكم مباشره، كتجي بحال هكا بالسلسله، الكميمات ديالها كيجيو مقبوطين وفيهم لاستيك، وكيجي فيهم هاد التشكيل هذا في الكتف بحال هكايا. شوفوا معايا، ها هو الشكل ديالهم او الديكور ديالهم. صافي كيجي فيهم جي بحال هكا الفوق اللي كيكون على شكل ديكور حتى هويا، وجيوبه تحتانيين. بالنسبه لي طاي فيها الاكس ال، فيها ال باديه هاد المونطو هذا خواتاتي، بادي من ال اكس ال دوبل اكس ال طروه اكس ال، فيه ال اكس ال دوبل اكس ال طروه اكس ال، والثمن ديالها 210 دراهم، ومخدومه حتى هي بتوب مونطوني بالوان غزاله ومتنوعه. وما تنساوش اخواتاتي الا بغيتو تنضموا معنا في جروب الواتساب، حتى هو كننزلوا فيه دائما الجديد، تقريبا كل نهار كننزل لكم فيه الجديد. اللي بحال هكا ما كيقدرش يدخل يوتيوب، فلا بغيتو تدخلوا الواتساب الجروب ديال الواتساب مرحبا بكم. كذلك راه عندنا حتى في تيك توك، في الانستغرام، فيسبوك، كلهم عندنا فيهم حساب بحال هكا ديال هدى شوب، اللي كننزل فيهم بالضبط موديلات اللي كنكون مصوره لكم من المحل في الانستغرام، في تيك توك، وفي فيسبوك. فهذوك الموديلات اللي كنزل اخواتي ما كنكون مصورها لكم مباشره من المحل. والثمن ديال هذا اخواتي 210 دراهم، ولي طاي من ال حتى الطروه اكس ال، والالوان اللي متوفرين فيها هما هذو اللي شاركت معاكم. ندوزو اخواتاتي لهاد الانصومبل هذا، لي توب ديالو صوفا، الكميمات ديالو كيجيو على هاد الشكل مقبوطين، التوب ديالو كيجي غليظ وسخون في نفس الوقت، كتجي طويله ومستوره كيف كتلاحظوا. بالنسبه للطاي ديالها ستوندار، تقريبا تلبس ال اكس ال دوبل اكس ال، والثمن ديالها 235 درهم. كتجي طويله انيقه مستوره بالوان رائعه متميزه، اختاري اللون اللي بغيتي ورسليه لينا. هذه هي خدمتك اختي، اختاري الموديلات في اللون بالضبط اللي بغيتي. وراه دائما اخواتاتي اي موديل كننزلو لكم راه كننزل لكم معاه الثمن، لي طاي، واش فيه لي طاي، نوع الثوب، تقريبا المعلومات المهمه على الموديل بزاف بزاف راه كننزلهم لكم، يعني دائما في الفيديو اي حاجه غادي تحتاجوها مهمه بزاف في الفيديو. فكيبقى عليك الا ديري سكرين الموديل اللي عجبك في اللون بالضبط اللي بغيتي، كترسل لنا معاه الاسم والنسب، رقم الهاتف اللي خدامه فيها المكالمه، كنعاود ناكد لكم اخواتاتي على رقم الهاتف اللي تكون خدامه فيه المكالمه، حيت ديال الواتساب راه ما كيخدموش به بصفه نهائيه، لا الشركه لا الليفرور داخل كاسا. وحتى بالنسبه للعنوان ديالكم يكون كامل، صافي ديك الساعه مباشره راه كناخذوا لا كوموند ديالكم وكنخدموا عليها وكنرسلوا لكم الكوموند ديالكم. حتى بالنسبه للتوصيل تبارك الله ما شاء الله راه ما كيتاخروش، دغيا كيوصلوا لي كوموند، الحمد لله والشكر لله، يعني لحد الان غاديين الحمد لله البنات مزيان. وندوزو لهاد القبيه هذه اللي كتجي طويله، كتجي على شكل جلابه سبور، شي حاجه غزاله، التوب ديالها مونطونيل، الكميمات كيجيو مقبوطين بهذا الشكل هذا، كتجي سامبل انيقه، فيها غير هاد جوج يوبه كيف كتشوفوا، يعني شكيل اللي غزال ورائع. بالنسبه لي طاي فيها الام والال واكس ال رقم واحد، ودوبل اكس ال والطرو اكس ال رقم جوج، يعني هذا الموديل رقم جوج فيه كيلبس ما بين دوبل اكس ال وطروه اكس ال، الا كنتي كتلبسي اكثر من طروه اكس ال راه ما تقدكش، والثمن ديالها غير 200 درهم. ندوزو لهاد العبايه هذه اللي التوب ديالها شتوي، كتجي غزاله، التوب ديالها كارو رائعه حبيباتي، كيف كتشوفوها كيف في المباشر، ودائما المباشر كيكون احسن واجمل، والحمد لله هذه في شهاده ديالكم اخواتاتي.
وبالنسبة لطاي اللي فيها الاكس ال، دوبل اكس ال، طروة اكس ال، كاتخ اكس ال. تقريبا اخواتاتي اليوم الفيديو غير من الاكس ال اغلبية حتى الكاتخ اكس ال. يلا اخواتاتي ما تنسونيش، الله يحفظكم الله يحفظكم اخواتاتي، من لايك للفيديو ومن البارتاج ديالكم في ما درتو ليا اخواتاتي، في بارتاج في مواقع التواصل، في الواتساب مع اختك مع خالتك، في ما بارتاجيتونا اخواتاتي، ومرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبة لي طاي كيف قلت لكم على حساب هاد الكسوة هادي او هاد العباية هادي، لي طاي من الاكس ال حتى الكاتخ اكس ال، والثمن ديال لها غير 230 درهم. بالنسبه خواتاتي لهاد التونيكه هادي كتجي بثوب غزال، ثوب ديالها خيط بالصيفات، ثوب صوفي، شي حاجه رائعه. الكمامات ديالها كيجي فيهم لاستيك وفيها القب كيف كتلاحظوا، حتى هي مصوره لكم مباشره. بالنسبه لي طاي فيها الاكس ال، دوبل اكس ال، طرو اكس ال، كاتخ اكس ال، فيها من الاكس ال حتى الكاتخ اكس ال، والثمن ديالها 190 درهم. كتجي فحال هكا زوينه انيقه، كتجي قصيره شويه ماشي طويله، مهم فحال هكا مع السروال، شي حاجه سبور، شي حاجه غزاله، وفي نفس الوقت كتبقاي متميزه وموديل زوين، وتا هي مصوره لكم مباشره. وندوز اخواتاتي لهاد الشوميزه هادي اللي كتجي حتى هي طويله بالكابيش كيف كتلاحظوا، التوب ديالها توب توب منيفه. بالنسبه لي طاي كيكون فيها الاكس ال، دوبل اكس ال، طروه اكس ال، كاتخ اكس ال، والثمن ديالها 210 دراهم. شوفوا معايا اخواتاتي هاد التخفيضات هادو اللي خطيرين، غادي ان شاء الله نشارككم معكم موديلات رائعه حبيباتي. غادي ندير لكم ان شاء الله باول باك، هو هذا اللي كيتكون من ثلاثه ديال القطع، ثوب ومعه الساك والفولار كذلك. غادي تاخذي الثوب مع الساك مع الفولار بثمن جد 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 مناسب حبيباتي، يعني اكثر من تخفيضات. بالنسبه للفولار ديالو كيجي على هاد الشكل هذا، والثوب ديالو الفودان كيجي حتى هو على هاد الشكل، والساك ديالو كيكون في النواغ هو هذا كيف كتلاحظوا. التوب ديالو البنات طايح غزال، ميحبب ميخسر متا حاجه كيف كتلاحظوا، كيف يبقى عندكم، والثمن ديالو 180 درهم. ندوزو اخواتاتي لهاد الباك هذا اللي كيتكون من ثلاثه ديال القطع، التوب ديالو كريب ومعاهم الساك ديالهم والفولار. بالنسبه للزواقه اللي كتلاحظوا كتكون في الساك هي نفسها اللي كتكون في الفولار، اللون ديالو اخواتاتي راه نواغ فونسي، يعني نواغ اللي زوين. غير هنا في الصراحه دائما الكاميرا ما كتعطيش اللون الاسود الحق ديالها. التوب ديالو كريب ديال كوريا، شي حاجه غزاله معاه الفولار ديالو، ثلاثه بيهم الثمن ديالهم غير 170 درهم. 170 درهم اخواتاتي بالنسبه للثوب والساك ومعاه حتى الفولار.
ندوزو خواتاتي لهاد التوب هذا او هاد الباك هذا اللي التوب ديالو الفودان كيجي على هاد الشكل كيكون سخون، اللون ديالو الموطارد. كنتمنى يكون واضح ليكم، ولا بغيتو نصور لكم تصاور ما كاينش اشكال حبيباتي، تواصلوا معايا ومرحبا بكم. بالنسبه للتوب ديالو كيف قلت لكم الفودان كيجي على هاد الشكل هذا مع الساك ومع الفولار. بالنسبه للساك الجهه الفوقانيه كتكون مصوبه هي بنفس التوب ديال الفودان. الشال ديالو كيجي على هاد الشكل هذا، والساك ديالو هو هذا اخواتاتي، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. هاد الباك هذا كامل اخواتاتي غير 180 درهم، باك توب مع الساك مع الفولار، هاد الباك كامل 180. التوب ديالو اخواتاتي كاليتي حاجه غزاله. ندوزو اخواتاتي لهاد التوب هذا اللي التوب ديال ريحانه معاه الفولار ومعاه الساك ديالو. بالنسبه للفولار كيجي بحال هكا مزوق، وكيجي فيه حتى الموطارد، والساك ديالو كيجي في المارو على هاد الشكل هذا. هاد الباك اخواتاتي كامل غير 110 دراهم، توب ديال الريحانه معاه الفولار ديالو والساك اللي كيجي على هاد الشكل، كيتكون من 3 ديال القطع. وهذا الباك كامل كيف قلت لكم اخواتاتي غير 110 دراهم. ندوزو اخواتاتي لهاد الباك هذا اللي كيتكون حتى هو من 3 ديال القطع. التوب ديالو مبره محفره كيف كتلاحظوا، معاه البوشيطه ديالو اللي بوشيطه على شكل ساك. شوفوا واحد كتجي انيقه وغزاله، اللي حتى هي مخدومه نفس التوب ديال المبره كيف كتلاحظوا، باش كيجي داكشي انيق. ومعاه الفولار ديالو هو هذا. بالنسبه للفولار فيه ميلونج، لان التوب كيكون سامبل والساك سامبل، فالفولار كيكون مزوق باش كيهرس اللون ديال التوب او شكل ديال التوب بصفه عامه. بالنسبه لهاد الباك هذا كامل 170 درهم، 170 درهم بالنسبه لهاد الباك، توب ديال المبره مع الساك ديالو ومعه الفولار. وندوزو خواتاتي لهاد التوب هذا اللي توب ديال الكريب، كيجي على هاد الشكل هذا، كاين غير بوحديتو، والثمن ديالو 80 درهم. الثمن ديال هاد التوب هذا ديال الكريب 80 درهم اخواتاتي. وندوزو خواتاتي لهاد الكسيوات هادو اللي ديال تركيا، شي حاجه انيقه غزالين في اللبسه كيف كتلاحظوا، موديل رائع حبيباتي. شوفوا معايا كتجي انيقه رائعه، التوب ديالها البنات راه ماشي ديال الصيف، بالعكس التوب ديالها ديال هاد الوقيته وديال الربيع اللي كيكون دافي شويه، اما كيكونش صيفي. كيجي فيها بحال هكا، فيها بحال البريدات كيف كتلاحظوا، وبلا سانتور ديالها حتى هي كتكون في لون الموف، متوفر هاد اللون هذا ولون الثاني. شوفوا معايا كيفاش كتجي بالنسبه للفصاله ديالها، لي كاين 44 و 38 في اللون الموف، وفي اللون الاحمر كاين حتى هما فيهم لي طاي 40 وطاي اخرى البنات. المهم تتواصلوا معايا مرحبا والف مرحبا. كيجي فيها في هذا الشكل هذا الوسط كيف كتلاحظوا. بالنسبه للثمن ديالها، هذه الثمن ديالها البنات، هذه ديال تركيا كان الثمن ديالها 480، ودابا هي تخفيض غير 230 درهم. ندوزو خواتاتي لهاد الجلابه هادي اللي كتجي سبور، كتجي انيقه غزاله في اللبسه كيف كتلاحظوا. بالنسبه لهاد الجلابه هادي التوب ديالها مونطوني ما بين نواغ والغوز، كتجي على هاد الشكل. الطايل اللي متوفر فيها هي الطايل اكس ال، والثمن ديالها 120 درهم. ندوزو خواتاتي لهاد الكاطمه هادي اللي كتجي خطيره في اللبسه، التوب ديالها ديال تركيا شي حاجه غزاله ديال نايك، طاي اللي فيها دوبل اكس ال وطروه اكس ال كيف كتلاحظوا. التوب واعره البنات، التوب كاليتي شي حاجه غزاله. السروال ديالها كيكون في الكريك كيف كتلاحظوا، طاي دوبل اكس ال وطروه اكس ال، والثمن ديالها غير 190 درهم. بالنسبه لهاد الكاطمه هذه كتكون من جوج ديال القطع، التوب ديالها مونطوني كتجي على هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا معايا اخواتاتي، الفوقاني كيكون في الزيتي، السروال ديالها كيكون في النواغ، السيل ديالها على هاد الشكل. الطاي اللي متوفر فيها الاكس ال، يلبس حتى دوبل اكس ال كيف كتلاحظوا. وبالنسبه للثمن ديالها غير 130 درهم، الثمن ديال هاد الكاطمه هادي لي دوبياس 130 درهم. ندوزو خواتاتي لهاد الكاطمه هادي لي ديال تركيا، كتكون من ربعه ديال القطع، بالساك ديالها كتجي انيقه غزاله ديال اديداس. هادي خواتاتي كان الثمن ديالها 490 درهم، ودابا الثمن ديالها غير 230 درهم، بقات فيها قطعه وحده تلبس الاكس ال والال، وكتكون من ربعه ديال القطع. شوفوا معايا كيفاش مخدومه انيقه غزاله، التوب ديالها رائع وديال اديداس. وهذه اخواتاتي راه ديال تركيا.
ندوزو لهاد المونطو هذا اللي كيجي على هاد الشكل اللي كيكون مبطن من الداخل. شوفوا معايا كيفاش كيجي، فيه الزين تاع بحال هكايا في الكميمات، التوب ديالو من برا كيكون توب ديال الباج ومن الداخل كيكون سخون غزال في اللبسه. طايلي لبس الام والال، والثمن ديالو غير 120 درهم. الثمن ديال هاد المونطو هذا خواتاتي 120 درهم، من كان يعني كيدير 230 درهم. بالنسبه خواتاتي لهاد الكاتمه هذه اللي كتكون من ثلاثه ديال القطع، هذه كاتمه خواتاتي بالصايه ديالها. شوفوا معايا التيشيرت الفوقاني ولافيس ديالو اللي كتكون في النواقع على هاد الشكل، ومعها الصايه. هذا خواتاتي تلبس الميديوم واللارج ام والال، كتجي على هاد الشكل متوفره في هاد اللون هذا، كتجي غزاله في اللبسه. واللون ديالها خواتاتي راه نواغ فونسي، ماشي بحال هاد اللون هذا، يعني اللون ديالها راه نواغ فونسي. والثمن ديالها غير 150 درهم. كاتمه 3 بياس بالصايه ديالها، كتجي انيقه وغزاله ولي طايلي تلبسهم الام والال. ندوزو خواتاتي لهاد التريكو هذا وبالكولون ديالو، كيجي على هاد الشكل اللي فيهم هاد الموتيف هذا بحال هكا، يشبيكه بحال هكا في الكميمات وفي العنق، كتجي على هاد الشكل متوفره في الغوز. التوب ديالها مبرا والطاي ديالهم ستوندار، والثمن ديالو 35 درهم. الكولون خواتاتي معاه البودي ديالو. وبالنسبه لهاد البيجامه هذه اللي كتكون من جوج ديال القطع، الطاي ديالها ستوندارد، لبس الام والال واكس ال حتى لدوبل اكس ال. بالسروال ديالها كتجي انيقه، هو هذا السروال، والثمن ديالها 150 درهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، خليت لكم الراحه وبالسلام عليكم، تنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.